شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. طبعا طالع اليوم صيد ورا الغروب، اجرب اشوف شو راح يكون. بس المشكله اليوم هي هذا الزرع اللي شفته انا بالمي، شمر السناراتي، بس حاليا اليوم شفت هواي اكو حشيش طالع بالمي وكلش عالي، حتى طالع فوق المي مثل ما شايفين في كل مكان. راح نشوف هل هذا الزرع ياثر بالصيد لو لا. تابعوا الفيديو للنهايه حبايبي. بعد ما شمرت السنارات علفت العلافات وكل شيء تمام، بس اليوم حبيت اصور هذا الفيديو حتى اشوف لكم اليوم هذا الزرع اللي طالع بالمي، اللي هو اسمه الشبلان شنو ما اسمه. راح اشوف هيأثر بالصيد او لا. شباب طبعا ضربت عندي السناره وانا جاي اسحب، دخلت بين هذا الزرع اللي بالمي، شايفينه هذا كله مستنقعات هنا. ما اعرف انا شو اسوي بحاله. الاخير الخيط افتح على الخيط لو اضل اسحب، في بكل الاحوال ما اعرف راح تفلت احتمال. انا فتحت الخيط شوف الماكينه شوف راح تسحب، بس هي موجوده السمكه لان جاي تتحرك شويه، جاي تكنك الخيط وترجع. عندنا هذا السادس والسابع، هاي المشكلة حتى الثامن على ما يبدي هذا الزرع يموت، حتى الصيد يقل عندنا بالصيف لأنه الأكل يتوفر، الكاري يتغذى على هذا العشب هذا الزرع كله. بالإضافة إلى الطعم عندكم إنه ما راح يبين، يعني ما اعرف. هاي ما اصير راح توصل عندي، بس اقدر انظف المكان. طبعا هذا كله بينات بيض مال حتى مال ضفادع، وهناك صاير يعني صح صدت السيف، بس ما صار هواي احسن، ما راح تطلع مستحيل. راح اجرب كل قوه. فلتت فلتت ما فلتت، هذا هو ها شوف فلتت راحت السمكه صح. الكارب راح 100% كانت كارب، هذا اللي حصلته. شمبونان اللي شمبونال اليوم مو صيد اليوم. بعد ما علفتها العلافه، العلافه المستخدمه ام السبرينج، طبعا هاي كل زينه الشمره لان ثقيله، وثاني شيء تلزم هوايه علفه، والطعم هو ذره طبيعيه مسويه مثل السبحه وقصب طايف، ثلاثه مستخدم. الخيط المستخدم هو ابو 40 كتان. السنارة المستخدمة هي اجلي ستيكس جي اكس 2، هاي حجم مالتها ميديوم. الشمرة ما جاي اشمر بعيد لسببين. السبب الاول السمك هنا قريب على كيل على هذا الزرع، ثاني شيء عند القوارب رايحة جاية من هنا، فاذا اشمر شوية بعيد راح اتشلب الماطور مال القارب. احاول اشمر هنا قريب. وسبتها راحت، هذا الصيد اللي صدته. بس قرب الكامل حتى اشرح على السناره هاي ليش افضل هاي السناره اجلي ستيكس جي اكس 2. اول شركه كلش زينه هي شكسبير، ثاني شيء قطعتين، حجم الماكينه اتصور هو 3000. هذا الخيط جاي استخدمه هو ابو 40 كتان. هاي السناره ليش انا استخدمها دائما؟ اول شيء قويه، ثاني شيء بيها مرونه، مرونه كلش حلوه، لا هي منفد مره ولا هي من هاي الطقطق، كل زينه لصيد اسماك الكارب وللجري وانواع ثانيه من السمك. يعني الحابي شو اقول لكم، كل انواع السمك تفيد هاي. انا حتى للسالمون استخدمت هاي السناره، كل زينه وما يجي لاي شيء، حتى سعرها كلش مناسب رخيصه. اللي عايشين بامريكا يعني تتراوح سعرها من 50 الى 60 دولار حسب المحل اللي جايبيها.
اما بالاماكن الثانيه فانا ما اعرف بيه بعد. هاي تعيد تحركت هاي السناره، هاي نزلت صعبت، هي نفسها اللي صدت بيها قبل شويه. هاي مرزوقه، هاي دائما عندي سناره واحده هي تصيد اكثر واحده بيوم. صح ناصب اليوم تقريبا شقيت 1 2 3 4 5، بس مرات هي سناره واحده تصيد سمشتين ثلاثه والبقيه كلها واقفه. استحقت السحب. يا الله شلون كارب الصيد بطعم الذرة ابو حدبة. ما اعرف شنو كان حجم السمكه بصراحه، بس السناره نامت ويا القاع وفلتت. مسحت السناره بين عندي شص كله مفتوح ومعوج. شو راح اسوي هسه؟ راح ابدل هاي الشصات، راح ارجع على الياباني، شص الاصلي الياباني. لان هذين اشتريهم منها من المحلات ابو 3 4 دولارات، هذين ما يفيدون. حبايبي مثل ما شفت الفيديو صدت وحده ضلعتها واللخه كلبت بالزرع، اللخه نموت السناره عوجت الشص فتت من عندي. فهاي الشصات راح ابدلها وادي احكيكم دقه اللخه. انا عدت شي الغراضي خلينا نشوف بعدها موجوده لو بضربتها. نشوف 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 هاي جت هنا. مثل ما شفتوا ضربتها بس ما في شيء. شوف كل ما جاء طلع السناره، كل ما جاء طلع السناره ويا هذا الزرع يجي وياها. ها ضربت عليها وفلتت. هلا شوف الشص، هاي النوعيه مو هالقد مو خوش نوعيه. شوفوا هم عندهم فتح عندي هاي الحاط، هاني مو خوش نوعيه. هاي المشكله اللي غادرتني بهذا الشيء اسمه هذا الصيد اليوم. شوف شلون انفتح انعوج. قبل فترة اشتريتهم وخليتهم، فراح ابدلهم كلهم اليوم. الحمد لله توفقنا بالصيد، كان اكو صيد بعد الغروب. بس المشكلة اليوم اللي هي صارت ويانا يعني الزرع والشصات اللي مشتريها اني مو خوش نوعيات. فحاولوا ما تطلعوا للصيد، تأكدوا من الشصات الخيط اللي عندكم العلافة تكون زينة. طبعا جاي اشيل الغراض لانه بصراحه البق اشتغل يعني فد مره صارت هنا، ما جاي يعني ما جاي نقدر نوقف اصلا من البق. شوف بس انا ما جاي اقدر حتى اخليها هنا اعلقها لهذا السبب. انا طالع هسه جاي اروح البيت. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس، اضغط على الزر حتى ينزلكم كل شيء جديد هذا الموسم الصيف. تحياتي لكم، مع السلامه. حبايب اللي عنده اي سؤال بالنسبه للصيد يكتب لي بالتعليق بخصوص الصيد اسماك الكارب، وان شاء الله راح اشرح لكم اياها وانزلكم فيديو عليها. اي سؤال بالنسبه للصيد او معلومه بخصوص الصيد اسماك الكارب خلي يكتب لي بالتعليق.